بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله في هذا اليوم المبارك وضمن سلسلة لقاءات الجمعة أن تستضيف في هذا اللقاء معالي الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بلقاء مفتوح. فنرحب بمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ونشكر له تكرمه بالحضور والمشاركة في هذه اللقاءات المباركة رغم كثرة ارتباطاته ومشاغله. ونرحب أيضا أيها الإخوة بالإخوة المشاركين معنا في عدد من مناطق المملكة وخارجها. ويتولى مشاركتنا في تقديم هذا اللقاء سعادة الأستاذ خالد بن محمد الرميح المقدم بإذاعة القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من خلال هذا الملتقى، ونرحب بضيف هذا الملتقى سماحة الوالد الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الحضور، أدعو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان لبدء هذا اللقاء الطيب المبارك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن مما يبشر بالخير أن تقوم هذه أو تقدم هذه اللقاءات في المساجد في بيوت الله عز وجل، الذي هي مواطن العبادة والذكر ومواطن العلم، منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه وإلى ما يشاء الله عز وجل. والمساجد هي محل نشر العلم والتعليم وذكر الله عز وجل بعد مهمتها الأولى، وهي صلاة الجماعة فيها. فإن هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل، وفيها سكينة، وفيها هدوء، وفيها راحة نفس. كانت هناك دور علم من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، المدارس والمعاهد والكليات، فهي دور علم يعتنى بها وتقرر فيها مناهج علمية، فيها خير كثير. ولكن المساجد تمتاز على غيرها لأنها بيوت الله ومهبط الملائكة واجتماع المسلمين من متعلمين وعوام، وحتى إن الذي عنده خطأ في الرأي
أو عنده خطأ في السلوك يتنبه في المسجد حينما يسمع الذكر ويسمع العلم ويؤدي الصلاة، يتنبه ويعدل من أخطائه ويتوب إلى ربه، وهي موضع التقاء المسلمين بعضهم ببعض، تعارفهم وتآلفهم وتراحمهم، تفقد بعضهم لأحوال بعض، تعاونهم على البر والتقوى، فيفقدون من غاب ويتابعونه لأجل أن لا ينعزل عن هذا الاجتماع الطيب المتكرر يوميا في مساجد المسلمين. فهذه المساجد فيها خير، فيها بركة، وفيها سر عظيم تمتاز على غيرها في إلقاء الدروس واللقاءات فيها. ثم من بعدها بيوت العلم المعدة لذلك كما ذكرنا، ولكن الهلاك والضياع أن يتلقى العلم في محلات غامضة مختفية منعزلة عن المسلمين، ويلقي الدروس فيها إما جهال متعالمون، وإما أصحاب نوايا سيئة وأفكار خبيثة يغسلون أدمغة شباب المسلمين فيها، يخرجون إما بشبه تفسد العقيدة، وإما بسلوك منحرف يتمثل في تعدي على الناس بدمائهم وأموالهم، تخريب، تفجير، والخروج على ولاة أمور المسلمين. هذه ثمرة الانعزال عن مدارس المسلمين وعن مساجدهم، تورث هذا الانحراف الفكري الذي يعاني منه المسلمون اليوم. ومع الأسف أن الكفار يغذون هذه الناحية لأجل أن يضربوا بها الإسلام ويلوثوا محياه، ويقولون إنه هو دين الإرهاب ودين الغلو والتطرف، احتجاجاً بهؤلاء الذين لعب عليهم شياطين الإنس والجن من أبناء المسلمين، حرفوهم عن الاتجاه الصحيح. ولو أنهم لازموا هذه المساجد ولازموا هذه التجمعات الطيبة فيها ولازموا دور العلم، تلقوا العلم من مصادره ومن أهله، لساروا على منهج سلف هذه الأمة الاعتدال والاستقامة، وحصلوا على العلم النافع. ولكن هذه أضرار الانعزال عن مجتمع المسلمين والتخلي لأفكار خبيثة ولدعاة سوء يتجولون بينهم خفية ويلقون هذه الأفكار ويتسللون من بينهم دون أن يشعر بهم أحد ممن يكف شرهم إلا ما شاء الله عز وجل. فالواجب الحذر من هذا الانعزال. والعلم لا يؤخذ سرية، إنما يؤخذ العلم علانية، يؤخذ علانية من الدروس المعلنة والجلسات المعلنة، ما يؤخذ سريا
ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من أمور الدين، يتناجون بينهم أو يتسارون بينهم في شيء من أمور الدين، فاعلم أنهم على باب ضلالة أو مفتتحوا باب ضلالة. وقد صدق رحمه الله، وظهر معنى كلامه لما جرب الناس هذه الانعزالات من أبنائهم. فالواجب على شباب المسلمين أن يتنبهوا لأنفسهم، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعات، على صلاة الجماعة، حث على صلاة الجماعة في المساجد، وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ألا وإن الشيطان ذئب الإنسان. الشيطان يقصد دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن، كلهم شياطين، ويأخذون القاصي من شباب المسلمين ومن أبناء المسلمين، ويحرفونه إلى هواهم وإلى مبادئهم. أما الشاب الذي يلازم المساجد ويلازم جماعة المسلمين ويتلقى العلم من المساجد ومن دور العلم، فهذا لا يستطيعون أن يحرفوه، وليس لهم عليه سلطان. إنما يأخذون من ظفروا به منعزلاً أو فاشلاً في الدراسة، أو متشدداً يرى أن الدراسة حرام، أو مضللاً يضلل علماء المسلمين ويلتمس العلم عند غيرهم، هذا هو الذي يقتنصه شياطين الإنس والجن. فعلى شباب المسلمين بالذات وعلى المسلمين عموماً أن يحذروا من هذه الصفات الضارة التي يزعمون أنها للعلم وأنها للعبادة وأنها أو أنها للجهاد في سبيل الله، وهي في الحقيقة ضد الإسلام والمسلمين، ووصمة في تاريخ الإسلام، والإسلام منها بريء، ولكن الأعداء يلصقونها بالإسلام، لا سيما إذا كان هؤلاء الشباب من أبناء المسلمين وفي بلاد المسلمين، فهم ينتهزون هذه الفرصة ويشوهون الإسلام بهذه الشبيبة التي انحرفت عن سواء السبيل. فالواجب الحذر والتحاذر من الجميع، الواجب التحاذر من الجميع لهذه الفئات المنحرفة وهؤلاء الدعاة الضالون الذين يقتنصون أبناءنا ويغسلون أدمغتهم ويلقنونهم الأفكار الضارة لهم والضارة لمجتمعهم ولدينهم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد المخطئ إلى الصواب، وأن يكفينا شر شياطين الإنس والجن، وأن يحمي ديننا وديارنا وجماعتنا وولاة أمورنا وعلماءنا ومجتمعنا من كيد هؤلاء الكائدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ختاماً أيها الإخوة، نشكر لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ونلتقي معكم على خير في لقاءات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.